فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة توفي عنها زوجها وهي الآن في عدة الوفاة وتسكن الباحة وعندها مواعيد في مستشفى في الرياض، سؤالها: هل يجوز لها أن تسافر إلى الرياض لحضور مواعيد المستشفى وهي ما زالت في العدة؟ عندها مستشفى في الباحة والحمد لله، مستشفيات منتشرة، أتراجع المستشفيات التي في الباحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.